ليه اتزوجتي؟ نعم؟ ليه؟ ساي بس ما من خلال الجراية بس طالي قمت اتزوجتها وطالي قبل الزواج مين تزوجني؟ طيب أهلك شو قالوا لك لما قلتي لهم بدي اتزوج؟ ما قالوا حاجة، قالوا انت دايرة ووافقوا على الزواج بس. يضربك هاي تحزني لما تشوفي الصور؟ ليه؟ ما بعرف اشتكي وانا اصلا ساي بس عشان يقولوا بعدين انا سجمت وانا 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 مصرة خفت عليها يسوي فيها حاجة كعبة والله يبوظ لي بيتي والله يخربها لي بالحرام خفت